الإشكالية والحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية هو مبدأ قائم تشتغل بصري له نفس الدور المتفرد في بناء فضاء عمومي، بل إنه أصبح فضاء عموميا تقريبا قائما بذلك. الغاية الفضلى من عمل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان التعبير التعددي السياسي خلال الفترات الانتخابية في سائر الخدمات الإذاعية والتلفزية هي طبعا ضمان حق المواطن في الخبر وتأمين اطلاعه على مختلف تيارات الرأي وعلى برامج ورؤى الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، مما يمكنه من الاختيار الحر ومن التصويت الواعي. وطبعا نشتغل على هذا الأمر من خلال في اتجاهين: أولا تدبير وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية للإذاعات والقنوات التلفزية، يعني خاصة في البرامج التي لها صلة بالانتخابات وبالحوار العمومي حول رهانات هذه الانتخابات، ولكن أيضا في القرار الخاص الذي أصدره المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري فيما يخص الاستحقاقات الانتخابية التي هي الآن موضوع الساعة في بلدنا، نشتغل على مبدأ المناصفة، مبدأ التنوع اللغوي، مبدأ العدالة المجالية، ونحاول أن ندفع بمتعهدي الاتصال السمعي البصري على إعمال هذه المبادئ في كل برامج التي لها صلة بالانتخابات. هناك أيضا طبعا الشغال على تدبير الولوج المنصف للأحزاب السياسية لهذه البرامج، وهنا لنا تجربة كبيرة لأننا الهيئة العليا دبرت هذا الولوج في كل المحطات الانتخابية منذ نشأتها. أبدا، أولا القرار المهم الذي اتخذه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 2 يوليوز الماضي، واللي هو مرصود لتدبير التعدد السياسي في برامج الإذاعات والتلفزة، كانت فيه عدة مستجدات، وكانت فيه أيضا تذكير ببعض القواعد. القاعدة الأولى هو أنه مهم جدا أن نظرا للحمولة الديمقراطية الكبيرة والمهمة لمبدأ المناصفة، مهم جدا أن تكون هناك تعبئة من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري لمواكبة الأحزاب السياسية وتمكينهم من يعني انتداب سيدات للنطق باسم هذه الأحزاب ولتقديم برامج الأحزاب في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، لأن قضية تقوية التمثيل الإعلامي للمرأة كفاعل عمومي كفاعل سياسي هي قضية مهمة، وهي في كونها قضية ديمقراطية محضة. إذن هذا ليس مستجد وإنما إلحاح. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك عدة مستجدات في قرار المجلس على الاتصال السمعي البصري، لأنه أخذنا على اعتبار المتغيرات في المشهد الإعلامي وخاصة بزوغ الإعلام الإلكتروني، وخاصة طبعا ما يسمى بالمنصات الإلكترونية الشمولية هي حاضرة في يوميا في الاستهلاك الإعلامي للمواطن المغربي وخاصة الشبابي. لذلك كانت هناك توصيات فيما يخص تمديد التغطية والمجهود الإعلامي المواكب للانتخابات المنصات الرقمية التي تنشئها الإذاعات والتلفزيونات المغربية، حتى يتمكن الشباب من ولوج إلى هذا التعدد السياسي وإلى برامج الأحزاب السياسية. ثم كانت هناك أيضا مستجد فيما يخص دعوة متعهدي الاتصال السمعي البصري للتعبئة فيما يخص طبعا محاربة التضليل الإعلامي ومحاربة كل
الأخبار الزائفة التي يمكنها أن طبعا تؤثر سلبيا على سيرورة هذه العملية الانتخابية، وصونا طبعا للمبادئ الديمقراطية ومبادئ النزاهة. هناك أمل كبير لأن الإذاعات والتلفزات المغربية أظهرت إبان الجائحة على قدرتها على الاشتغال وعلى التعبئة ضد الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي. حول احترام استقلالية والحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية هو مبدأ قائم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.